السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم طريقة تحضير لاصوص بيتزا ولا لاصوص طومات. لاصوص يعني لاصوص طومات الطريقة بزاف سهلة، تنقص علينا الوقت وكذلك التعب. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تديروا لي لايك واشتراك وتضغطوا على الجرس. للوصفة عندنا 4 حبات طماطيش، عندنا فصوص تاع ثوم، مغرف كبيرة تاع طماطيش تاع علب، وعندنا زهتر. الطماطيش تاعنا لازم تكون حمراء مليح، يعني تكون طايبة مليح وحمرة. هنا الكوانتي تاع الطماطيش انتي وكما تحبي، حبيتي تكثري حبيتي يعني مكنتيش محتاجة بزاف، يعني ديري الكمية اللي تحبيها انتي على حسب الحاجة. هنا نقطع الطماطيش تاعنا على 2 ونحي منها هذاك الخيط الأزرق ولا الخيط الأخضر يعني اللي مكنش طايب، ونقطعها بشكل عشوائي. تحبي تقطعي على 2 ولا 4 ولا على 8 انتي كما تحبي تقطعيها، لانه راه رايحه الذوبنا رانا رايحين نلحوها. يعني بما ان رانا في موسم يعني تاع الطماطيش طوري بزاف يعني بكثره، كاين بزاف ناس اللي يحبوا يخبوها على شكل لاصوص طوماط. هنا تشيبي يعني كونتيتي اللي تحبيها انت تاع لاصوص طوماط تاع عفوا تاع طماطيش، تشيبيها وتغسليها اكيد مليح وتقطعيها وتنحيلها، يعني كاين اللي فيها هذاك الخيط الاخضر كاين اللي ما فيهاش. نحي هذاك الخيط الاخضر باش ما تجيكش الصومات يعني تجيكم على شكل اورانج، باش تجيكم حمراء مليح. ونطيبوها بنفس الطريقه دوك، تتبعوا الطريقه اللي راح نطيب بها. وبعد ما تبرد لكم ضيفوها في ليغوبلي، بعد ما تبرد ضيفوها في ليغوبلي، بعد يعني بعد ما تطيب الطومات وتجهز نخليها تبرد ونضيفوها في ليغوبلي وخليها في الثلاجه يعني في الكوجيلاتور حتى تجمد لنا مليح. بعد ما تجمد لنا مليح نحوها ملي قبلي، بعد ما تجمد لنا مليح نحوها ملي قبلي ونضيفها في بوخت مونجي ولا في السواشي. يعني انتيا كي تجي تجبدي تسحقي لاصوص طوماط تجبدي يعني بالقبلي، تجبدي لاصوص طوماط بالقبلي يعني على حسب الحاجه واش راح تعبك يعني باش تجبديها. هنا الطوماطيش تاعنا بعد ما قليتها بعد ما قطعتها ضفتها على نار تكون متوسطه، ضفت لها الملح والزيت والثوم وخليتها تقلت. هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما تقلت لنا الطماطيش تاعنا ضفت لها الزهتر والفلفل الاسود والملعقه تكون معمره مليح تاع الطماطيش تاع العلب، ونخليها كذلك تزيد تقلى باش الطماطيش تاعنا يعني تروح لها الحموضيه تاعها. هنا نخليها تتقلى. هنايا انا الجزء تاع هذا الفيديو راح لي عفوا، ضفت هنايا فنجان صغير تاع ماء ومغرف صغيره تاع سكر. هنا نخلو لاصوص تاعنا حتى تعقد كما راكم تلاحظوا. بعد ما تعقدنا لاصوص تاعنا تنشف شويه، نجو نحو منها هذوك العود تاع الزعتر، نحوهم كامل نقوها من الزعتر اللي كنا ضفناه لها، ونجو نميكسوها. انا هنا راني رايحه نميكسيها بالاشوار، انتي اللي ما عندكش اشوار تقدري تميكسيها بميكسور يعني برام ميكسور، ولا ما عندك لا اشوار لا برام ميكسور تقدري ترحيها بالراحه يعني عادي، رحيوة تقليديه عادي وراح تحصل على لاصوص طوماط كما راكم تلاحظوا. هذه هي لاصوص طوماط تاعنا، يعني كيف راكم تلاحظوا كيف جاتنا حمراء وشابه وتبريه. تحبي تستعمليها مباشره تستعمليها مباشره، حبيتي تخزنيها خزنيها بطريقه